Alpha. فكرة تصوير اليوم تتكلم عن Futuristic Wedding، والقصة تتمحور حول البحث عن الرفلكشن سواء في الذات أو في شخص آخر. الفايب بيكون متغير، بيكون بارد في البداية ثم يتحول إلى دافئ عند التقاء العريسين. روبن هود كان شخصية اختلف عليها الكتاب بين الأفلام وبين الكتب عن إنه كان لص أو إنه كان بطل شعبي، لكن النهاردة بنحكي قصة حب بينه وبين الملكة. طبعاً بالنسبة لي السينماتوجرافي هو عشقي، لما ألعب في الإضاءة وتكوين اللقطات ومن خلالها أغير مشاعر المشهد، هذا بالنسبة لي اللحظة اللي أشعر فيها بالباشن والرغبة في المواصلة في هذا المجال، وأتوقع أن هذا هو الشيء اللي راح أمارسه طول حياتي. دايما بشوف مصور الافراح ان هو زي مخرج السينما، بيقدر ان هو يوظف الشخصيات اللي تحت ايده حسب الفكره والمنظور اللي هو شايفه دايما. التصوير السينمائي بالنسبه لي هو مثل الوسيله اللي اعبر فيها عن ذاتي وشغفي. تقدري تقولي اني ارسم فيه بالضوء واتفنن بحركه الكاميرا. مع ان النهارده كنت بصور على فتحه العدسه وامي تفوق، ما قابلتش أي مشكلة في صورة الفوكس بتاعت العدسة، وده ساعدني إن أنا أقدر آخد كليبات متنوعة أكتر. فمن خلال هذه العدسة أقدر أحقق رؤيتي ورؤية المخرج اللي أشتغل معاه في إيصال المشاعر والتعابير.